اليوم هي غزة، الشعب نفسه هو المأساة عينها، ومن جديد عادت الكلمة لتكون أحد أهم رفاق الطريق. عذرا غزة لا يغتسل الشهداء بكامل أنا الملحنة والمطربة اللبنانية جاهدة وهبي عكفت ومنذ بدء الحرب على غزة على العمل والبحث عن كلمات لا بل آهات تفرغ من خلالها ما اعترى مشاعرها من غضب وحزن على ما تشاهده من ويلات في ذاك القطاع المنكوب. أكيد ما عم بعمل شيء لغزة ولا لأطفال غزة ولا لأمهات غزة، وأنا بعتذر منهم، بعتذر من غزة لأنه ما عم نقدر نقدم لها شيء. كل العرب ما عم يقدروا، كل العرب ما عم يقدروا يقدموا شيء لغزة، يمكن مش قادرين نقدم لها إلا دموعنا وخجلنا، خجلنا منها، من دماء، من نبل دماء شهدائها. الاعتذار من غزة كان بقصيدة للشاعر اللبناني زاهي وهبي الذي يكاد ينقل هذا الإحساس عن آلاف المثقفين العرب الذين لم ولن يقدروا على مؤازرة طفل غزة سوى بالكلمة. غدا تتهاوى غربان الفولاذ، تصيح مصفحاتهم خردة، وعلى نجمة الضغينة يدوس طفل من فلسطين.